هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا بس احب اقول لكم على شيء كلش بسيط صار وياي هسه، انه اكو جماعه اخترقوا الانستغرام مالتي هذا وغيروا الاسم واخذوا الاسم. زين يعني مثلا شنو راح تسوي انت باليوزر نيم مالتي اللي انت اخذته؟ اني النسخه الحقيقيه، اني النسخه الاصليه، واني تارا فارس. يعني وين ما تارا فارس راح تنشر راح اطلع اني راح يلقوني الي. ومو كل اسبوع واحد، والانستغرام مالتي راح يتوثق بالعلامه الزرقاء. اوكي، يعني لا راح يفيد، راح يفيدكم يوزر نيم او هاي الاشياء او شكو حساب باسمي اني اقدر امسحه. بس احب اقول لكم وعادي سويت ستارا فارس، ما يهمني، عادي عندي 2 مليون، راح اصير ان شاء الله 3 مليون، يعني ما راح ادير بال. النسخه الاصليه هنا. المهم باي باي، بس حبيت اقول لكم وراح انزل لكم اليوزر نيم هسه الموجود، اريدكم كلكم تنطوب بلوك. سي يو جايز.